هو أول مبادرة من نوعها تقوم بها جهة من قلب التنسيق المؤسساتي ديال حقوق الإنسان ديال البلاد. هو تقرير تفاعل مع كل الادعاءات المطارة من انتهاكات وصفت بالجسيمة. انتهى تقرير الاستعراض وهو يقع في 70 صفحة في إطار المعطيات النوعية المحللة إلى عدم وجود ما يثبت أو يفيد انتهاكات الجسيمة. ولكن بالمقابل التقرير انتهى إلى أطروحة أساسية هي وجود أزمة تطور نظام حماية حقوق الإنسان، وقف عند التجليات ديالته، وانتهى إلى استنتاجات، وانتهى إلى توصيات مبنية على أولويات. التوصيات تدور حول ما يتعلق بتقوية التنسيق المؤسساتي في مجال حقوق الإنسان، ما يتعلق بتقوية التنسيق والشراكة المؤسساتية في مرافقة التوتر استباقا وتدبيرا، ما يتعلق بالأولويات التي استخرجت وفيها موضوع الجمعيات وتدبير التجمهور. فيها أيضا ما يتعلق المجال ديال التوصيات هو تتبع تدخل تشريعي في المنظومة الجنائية، قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لنظر لارتباطتها بالتوصيات المقدمة لبلدنا والتوصيات المقدمة من الوجيهة المقدمة من طرف المجلس الوطني والجمعيات، وستكون فرصة هامة لذلك. أيضا ما يتعلق بالمراجعة تحت القانون المنظم للجمعيات. وفي هذا الإطار ولإغناء وتجويد المسلسل ديال الشراكة تحت الحوار، لن تكون فقط جلسات لتبادل الرأي، لأن الآراء الآن معروفة، هذه تكون جلسات دراسية للانكباب على كل موضوع على حدة. وهذه المناسبة تنجدد الدعوة لهذا الحوار لمن رغب فيه وأراد أن يتفاعل معه. هذه باختصار الأفكار. أتمنى أن يتم الاطلاع على التقرير وتكون مناسبة أخرى لحوارات معمقة حول الموضوع. شكرا.